مرحبا، اليوم رح نعمل ميك اب يومي ونحوله بخطوات بسيطة لميك اب مسائي في حال الصبية صار عندها عشاء أو حفلة أو أي مناسبة، وكمان رح نعرف الترند بعالم الميك اب وناخذ شوية نصايح من خبيرة الميك اب ماجي سابق. مرحبا ماجي. أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله. ماجي، عادة ألوان الميك اب تتبع ألوان الأزياء، هالسنة هي تحديدا كانت ألوان الأزياء كتير قوية، الميك اب كان نفس الشيء؟ نفس الشيء، نحن كتير ترند السنة الألوان القوية وخاصة بالصيف. هلا بالموسم الشتوي اللي جايين عليه رح يكون طبعا مثل العادة الألوان الزيتية، الألوان البوردو، الألوان الترابية هي اللي مسيطرة دائما على الميك اب، بس بالصيف ايه بصراحة كانت الألوان ترند هي كتير القوية والصيفية. يمكن اللاينر كان بألوان غريبة ما تعودنا عليه بالعادة، النيلي، الأخضر، الأورانج، مظبوط حكيك، حتى التوتي استعملته السنة كتير. طيب كمان في قصة انه الصبية احيانا بتجيب لك صورة بتقلك بدي نفس هذا الميك اب سواء من شغلك او من شغل اي حدا تاني، طيب كيف الصبية بتقدر تعرف اذا هذا الميك اب بيلبق لها؟ يمكن بيلبق لي، ما يلبق لك، او ما يلبق لصبية تاني. هلا هي يعني غالبا ممكن اني اعاني من هي المشكلة بصراحة، انه احيانا في صبايا بيجيبوا ما بيلبق لهم وفي صبايا بيجيبوا شيء بيلبق لهم، فأحيانا منعاني من هاي المشكلة، إنه بتكون الصبية جايبة ميك اب مختلف تماما عن عينها أو حتى عن ستايلها ووشها، فأنا بحاول أقنعها إنه نحن فينا نعمل شيء حلو بس مو بهذا الميك اب اللي انتي شايفتي حلو، انه يمكن لانه ايه. كمان كل رسمه عين بدها شيء معين. تماما. هلا نحن عندنا مشكله مثل ما قلت لك، الصوره بتبين يعني مثلا بيشوفوا صوره على الانترنت بيقوموا بيقولوا واو هذا الميك اب بجنن بدي اياه، هن ما نعرف انه هذا الميك اب ما بيلبق لعينه الا، يعني هو لابق لعين العارضه اللي هي عملتون او لعين الصبيه اللي معملها، بس مو شرط يلبق لعينه الا. فنحن بنعمل يا اما انه فعلا بتكون بيلبق لها بنعملها، يا اما بنقنعها انه نحن رح نعمل شيء حلو بطريقه تلبق لها الى وشها، يعني تقوم هي مبسوطه اكثر من انه هي تشوف الصوره. تمام. هلا اذا في نصائح معينه نحن بدنا نقدمها للصبيه اللي عم تتعلم ميك اب سواء بدها تشتغل او بدها تطبقها على حالها، شو هي النصائح اللي بتقدميها للصبايا؟ هلا اللي بدها تطبق على حالها انه تعرف شو يلبق لها، يعني دائما انه هي تعرف شو الشغلات اللي عن جد بتلبق لها من اي شادو، من طريقه يعني رسم العين، الرمش، الحاجب، هيدول كتير شغلات مهمه. فنحن مجرد انه الصبيه صارت تعرف اللي بيلبق لها بكون قدمت لها خدمه كتير كبيره. هلا بالنسبه للعالم اللي بدها تمكياج، يعني هي ميك اب ارتست بدها تعمل للعالم، هلا طبعا كمان تعرف شلون تتعامل مع كل عين مع كل وش، تقدم الشيء الاحلى اللي بحسن انه او بيطلع يعني زوايا الجمال بوش الصبيه اللي عم تمكيجها. اذا نحكي على الاخطاء اللي عم يعملوها البنات، في موضه قديمه كانت دارجه ولسه عم تدرج شغلات كثيره منها الكونتور فوق الشفه، يعني دائما انه ما يكون الكونتور بعيد عن التم كتير. يعني انا دائما حتى انه انا كنت هلا من فتره من كم يوم انه عم نعطي كورس ماستر كلاس لصبايا، عم بقول لهم انه ابشع شغلات اللي ممكن تعمليها انك انت يعني تطلعي فوق الشفه بس ما تبعدي المسافه، ايه يعني بطريقه مقبوله، بطريقه العين لما تشوفها ما اول شغله انه انا ركز على التم، يعني انا ما عم بقدر اشوف غير التم وما عم بقدر اشوف غير انه الطريقه اللي مرسوم فيها التم. نحن مشان انت تقدمي وشك بطريقه حلوه، خلي لما يطلع فيكي اي حدا او انت حتى تطلعي على المرايه ما يكون في شيء يعني انت عم تركزي عليه بس ما عم تقدري تشوفي غيره، هذا الشيء كثير بيعطيكي جمال. يعني حتى يمكن تحديد الحواجب، تحديد الحواجب بطريقه غامقه او قاسيه كثير بشع، تحديد التم اكبر من ما يكون كثير بشع، تكبير العين غصب عنها مع انه ما بيلبق لها كثير بشع. يعني هو التعامل مع وش بشيء يناسبه كثير رح يحليكي اكثر ما انك انت يعني شوفي الصورة مثل ما قلت لك بدك تطبقيها وهي مو لابت لك، اعملي الشيء اللي بيلبق لك إلك. تمام. هلا حنبلش ميك اب للصبية؟ هي اكيد. يلا يلا. هلا ماجي انت حضرتي لبشرتها للصبية؟ مزبوط. شو حطينا بالضبط؟ حطينا اول شيء ما ورد، انا بحب رطب البشرة، بعدين حطيت برايمر خاص ببشرتها لها، وحطيت لها قطرة للعيون، وهلا بدنا نبلش فاونديشن. طبعا اخترت الفاونديشن المناسب لبشرتها. لازم نكون شوي بمدة الفاونديشن سريعين حتى ما ينشف على الوش وما يعطي سماكة. هلا انا ما بفضل اللوك اللي عم بعمله يكون كتير الفاونديشن سميك، يعني ميد، لانه عملت الكفر تبعه منيح وبشرته للصبيه حلوه فما في داعي اني كتير سمك.
بدمج بهي الطريقة مثل كأني عم بعمل كونتورينج. هلأ طبعاً المرحلة اللي بعدها أنا باخذ لوس باودر بصراحة بنشف تحت العين بالذات بلوس باودر، ما بفضل إنه يكون فيها باودر تحت العين. هلا نحن بدنا نعمل ميك اب للعين، شو حتختاري لألوان؟ هلا رح اخذ لأول شيء هيك سمارة وهيك حلو عليه الترابيات الاورنج، هدول الالوان كثير حلو. بحط لوس باودر شوي تحت العين مشان اذا هالاي شادو يضل تحت العين نظيف. بنختار اول شيء البيز الاساسي للعين يكون شوي فاتح، اخذته على الترابي طبعا. هلا انا بدي فوت شوي بلون اغمق، باخذ الدرجات الاغمق. نحن عم نمشي درجه درجه. ايه يعني انه انا مثلا اول شيء حطيت البيز انه يكون ما كثير غامق، هلا شوي بلشت اقوي اللون. بدي اتعامل معنا من تحت، برسم لها لفوق، برسم لها الجفن تحتاني، باخذ الالوان باخذ نفس الالوان اللي استعملتها بالاول. هلا بدي ضوي للجفن المتحرك، فتحت هلا بيلبق لها الالوان عينها الاخضر، فراح احط لها. هلا اذا بدي اياها خفيف بس بحط لها ضمن المجال بقلب العين. بهي الطريقه هلا بدي ضوي لها زوايا عينها. طبعا فيني استعمل الشيء الشمري وفيني استعمل المت، هلا انا ضويت لها بس استعملت لها المت. وهلا بدمج تحت الحاجب بلون شوي فاتح مثل بحدد الحاجب يعني. هلا اني اللي حاعمله اني رح ارسم لها حواجبها. ارسم لها التم، احط لها برايمر لتمها برتب لها. طبعا رح اختار لون الروج بيناسب الشي اللي عملته. هلا باخذ روج بيناسبه بثبت الكونتور اللي عملته. ضويت لها شوي الحمرة لأنه هي كسمار وكستايل عملت لها رعاية كتير رح يلبق لها هذا الشيء. طبعا هلا رح احط الماسكارا. رح احط لها البلاش على وشها، عملها كونتورينج بالباودر هيك شوي لأنه نحن قايلين انه الميك اب بدنا اياه اصلا ما كتير اوفر. جهزنا طبعا الرموش اللي بيلبقوا لعينه واللي هن الناتشرال يعني بيلبقوا لللوك كمان. هلا اذا الصبية صار عندها حفلة فجأة او مناسبة، شو الخطوات اللي بتعملها ليطلع الميك اب خرج المساء اكثر من النهار؟ هلا بما انه نحن عاملين ميك اب رح اخذك شوية تكات انه يعني تبات هيك صغيرة بيقوي الميك اب. شايف شلون عطى شوي اقوى؟ بس نحن اذا غمقنا العين ما لازم نغمق الشفايف، يا بنغمق الشفايف يا بنغمق يعني العين. احلى مشان ما انه يعني هيك يطلع قوي كثير. ايه يعني عرفتي شو؟ لبين العين اقوى اخذ اي شادو وغمق لها من تحت لفوق بليز. وهيك كان الميك اب لليوم، تعلمناه خطوه بخطوه، بقي انه الصبايا يجربوا يطبقوه. شكرا كثير معك، الميك اب عن جد بجنن، يعطيكي الف عافيه. ايوه اهلا وسهلا، شكرا لك.